دارهم ما دمت في دوارهم ودارهم ما كنت في دارهم. يعني نمشي مشي حالك كده وزي ما بيعملوا نعمل وهي الدنيا كده والبيزنس بيتطلب مننا كده ويعني زي امبارح كنت مع ناس قالوا لي معظم الشارع دوت بتوع البيزنس متطلقين 70% منهم اصلهم كندي يعني. قلت له طب واولادنا احنا؟ قال لي لا نشكر ربنا كويسين يعني. طيب فهل احنا نعمل زي الدنيا وزي العالم وزي الناس ونيجي هنا نتغير بدل ما نغير؟ يعني كنت لسه بنتكلم في موضوع التغيير دوت في الست في القديسه دميانة. يعني القديسه دميانة احنا كمسيحيين مطالبين احنا نغير المجتمع ونغير الناس ونغير كل حاجه لان احنا اصلا فينا الروح القدس اللي يقدر يغير ويقدر كل حاجه. هل بيوتنا فعلا بيوت مسيحيه بيوت مختلفه؟ ونحس بالاختلاف دوت لما يكون جنبك واحد كندي ولا واحد من اي جنسيه تانية. هل بيتك وبيته زي بعض؟ انا مش بتكلم على المنظر اللي بره طبعا، انا بتكلم على الجوهر اللي جوه. وصدقوني لو احنا من جوه مش مختلفين يبقى البيت مش لازمه هنا. آية بتاعت يشوع بتقول اما انا وبيتي، نقول تاني كده، اما أنا وبيتي فنعبد الرب. تقولوها تاني مع بعض، مش أسباني دي عربي صح؟ يعني مش أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أنا وإيه؟ وبيتي. يعني أنا دي وبيتي، يعني إحنا مش كل الناس، إحنا مختلفين. لو الناس ماشية غلط أنا وبيتي، لو الناس بتعمل وفي مشاكل وفي كل حاجة أنا ماليش دعوة بغيري، أنا وبيتي. البيت المسيحي مختلف عن كل البيوت. في بيوت فيها غيرة، مفيهاش محبة، مفيهاش احترام، مفيهاش تواضع، مليانة مشاكل، مليانة رياء، مليانة كبرياء، مليانة كل واحد بيبص لمصلحته، مليانة اللي كل واحد بيقول أنا، مش أنا وبيتي. يا ما ناس بنسمع أنا عايز أرتاح، أنا جاي من الشغل تعبان، سكتين العيال، فين اللي مش عارف إيه، إحنا طلبنا، إحنا عايزين، إحنا أنا بقالي هنا قد إيه، كل دوت مفيش تغيير، مش أنا وبيتي. أنا وبيتي دي تخلينا إحنا مختلفين. أنا وبيتي ده مين بيقول أنا دوت؟ الراجل طبعا صح؟ بدون حزازيات وبدون بقى السيدات تطلع اشمعنى ومش مش معنى اول ادم وبعد كده حواء والحاجات دي كلها. يعني الرجل هو راس الايه؟ المراه، وهو راس البيت، وهو المسؤول عن البيت اولا وبعد كده بتساعده الست المدام. يعني الرجل هو الكاهن بتاع المنزل، مسؤول روحيا عن البيت بتاعه، زي كده ما الكاهن هو مسؤول روحيا على الكنيسة، أو الأسقف مسؤول روحيا وإداريا وكل حاجة عن الأبروشية بتاعته، يعني عن الكهنة وعن الكنائس اللي موجودة في الأبروشية بتاعته. علشان كده الراجل في الفرح بيلبسوه إيه؟ كليب صح؟ ملك. وبيلبسوه هو برضو ايه؟ برنص، ملك كاهن، وبياخد مراته من قدام المسبح. المسؤولية بتاعته بياخدها من الكنيسة كده انه مسؤول عنها قدام ربنا، وبنسمعها في الوصية انت من الان مسؤول عنها من بعد ايه؟ والديها. هل الرجل بيحس بالمسؤولية ديت ان مراته دي مسؤول عنه وبنته وابنه مسؤولين عنه وإن إحنا هنقدم حساب عن ولادنا وعن حياتنا وعن أجسادنا؟ أعطيني حساب وكالتك. هل إحنا شاعرين بالمسؤولية دي؟ آه طبعاً، ده إحنا يوم الفرح ده يعني افتكروا طبعاً، وده حلو قوي إن كل واحد يفتكر يوم الفرح بتاعه.
بس ما يكونش حصل حاجات كده مقالب ولا حاجه زي اللي بتحصل يعني. طبعا في ناس نسيت اصلا يعني صح بالحق. وتيجي تسال انت اتجوزت يوم ايه الراجل ينسى خالص. هي الست دايما بتفتكر يعني ما اعرفش هو بينسى عشان مش عايز يقول هديه ولا لكن الرجال اصلا ما بتقولش كل سنه وانت طيب مش ناسيه التاريخ بتاع الجواز ده ما بيقولوش كل سنه طيبين بيحاولوا ينسوا اصلا مش عايز يفتكروا يعني. اقول لك كان يوم نعم كان يوم ايه كل ما تتجوزيش كل ما تخافوش نعلم من ربنا وكان يوم مش عارف ايه لا ده كان يوم بركه عشان كده حتى يقولون احنا الرهبان تذكر اول يوم دخلت فيه الدير بالحماس بالحب بالمشاعر بالفيجن بالخطط بالبلانز اللي احنا هنعملها بقى يعني هنعمل معجزات بعد كده. هي سنه واثنين وتلاقينا بنصعد بالجسد وكل واحد كان عنده حراره كده اكيد برضو ايام الخطوبه الاحلام والكلام يعني انا مش جاي انكد عليكم طبعا يعني خلاص تركت خلاص حسيت المرحله دي خلاص مشتوها طبعا معلش احاول حتى يعني نفتكرها مع بعض كده وهنعمل ومش نعمل والكلام والمسجز والتليفونات وكل دوت يعني. وبعد كده طبعا ايه انتوا عارفين طبعا بيتجوزوا يعني وكل اللي اتقال دوت ولا كانك سمعت حاجه زي ما واحد يقول للتاني اقول لك سر يعني ومن قلبه تقول له قول سرك في مين يعني قال له معاك $1,000 سلف قال ولا كان سمعت حاجه يعني سرك في ولا كان سمعت حاجه يعني يقولها بالاسباني ايه انت البراكين سالي براكان عارفينها صح؟ ده لو دخل من هنا ده في ناس اصلا يعني عايز اقول لك بيدوها من اولها يعني مش فارقه معايا ودي هنقولها بعد كده يعني الزوج يدبر بيته حسنا يبقى انسان عارف ان دي مسؤوليه ربنا اداها له وهو غير المسؤوليه دي بحب طبعا الموضوع مش عشان الزوج لا والمراه دي مسؤوله برضه ده مسؤول بحب وهي مسؤوله باحترام هما الاثنين مسؤولين عن البيت دوت اللي ربنا سمحه والولاد اللي ربنا اداهوش دول اما انا وبيتي بيتي ده بقى فيه كل حاجه بيتي ده فيه ولاد وفي زوجتي وفي حب وفي تقدير وفي كلام حلو وفي يعني لمسات لطيفه كده وفي تعبيرات جميله وفي كل حاجه مش العكس طبعا في ناس اللي منكم خدام يعني او من الازواج الخدام تلاقيه بره يعني معلم ومدبر حسنا وكلام حلو وكلام جميل وممكن يعمل اللي هو الكونسل دوت ويدي محاضرات ويرشد ويحل مشاكل لكن في بيته ولا حاجه من دي خالص ولا حاجه العكس بقى النقيض اللي بيحصل ده مش معنى بره وجوه لا عشان كده الست تقول مش منت ما انت بتضحك بره ما انت بتهزر بره بتيجي تنكد علينا احنا ليه ما انت كان يعني وشك كده وقلت يعني ولا ايه وهنا في البيت مش عايز اقول الكلام بقى اللي انتوا بتقولوه ده يعني عشان ما نكرروش يعني في البيت هنا انت يعني مش طايقنا يعني تقول لها اصل انا تعبان انا مهدود انا طول النهار شغال وتبتدي بقى الحوار اللي ده هيبقى محاضره ثانيه الحوار الايجابي طبعا مش السلبي لكن وانا العيال ومش العيال والبيت وانت ما بتعملش حاجه وانت فاكر انا ما بعملش وانا عندي وعندي وتبتدي بقى الكلام اللي يجر بعد كده حاجات كتيره يعني. عشان كده حتى العيال تبص للكلام ده كله تقول لك ده بابا ده بيمثل علينا ولا ماما دي خادمه بس هي تمثيليه بتعملها في الكنيسه وغصب عنها شغلانه يعني لازم تعملها وخلاص وتيجي في البيت تطلع عينينا يعني هم بيفرحوا بالوقت اللي هم فيه في الكنيسه
في مدرسة أحد ولا حاجة يعني. ماما دي ملاك حاجة تانية خالص. رجعوا البيت الزهر بقى الماسك بقى بيتغير والشعر يتنكش وتبتدي الألفاظ بقى اللي هي إيه اللي كانوا ماسكين عليهم شوية يعني. وتبتدي بقى كل واحد على حقيقته. إيه اللي بيحصل؟ إحنا جوه الكنيسة زي بره الكنيسة زي في رحلة زي في أي حتة مفيش حاجة بتتغير. المكان يتغير لكن أنا ما اتغيرش. أنا زي ما أنا. الحب ما يتغيرش ولو اتغير بيزيد طبعا مش بيقل. الحب الزوجي يعني الحب اللي هو أساسه الارتباط اللي ربنا ربطنا ببعض. في كده البيوت بتاعتنا هل هي بيوت مختلفة؟ وده احنا قلناه هنقول طبعا حاجات بسرعة كده يعني. هل هي بيوت صلاة؟ عارفين أوشية الاجتماعات اللي احنا بنصليها بنقول ايه؟ بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. هل احنا بيوتنا كده ولا لا؟ نفكر كده. وليه؟ ليه لا؟ ايه اللي ناقص يعني؟ هل احنا فعلا بيوت صلاة؟ هل لينا المسبح العائلي؟ هل بنصلي مع بعض؟ كتير قوي مشاكل بتتحل لما نقول لهم اقعدوا مع بعض يعني دول بس ايه ابتدوا كده صلوا اشكروا ربنا على اللي انتوا فيه وابتدوا يقروا في الكتاب المقدس يعني دوبك فصل كده ولا حاجه صغيره 3 دقايق 4 دقايق وابتدوا تكلموا مع بعض في اي موضوع انتوا عايزين تفتحوه بس يكون ربنا موجود في المكان ربنا موجود في المناقشه لان لو ربنا مش موجود في المناقشه بيدخل مين بيدخل حد تاني والمناقشه بقى بتتحول لايه لجحيم لحوار سلبي يعني نقد وهدم وطبعا كلام جارح جدا جدا. فهل بيوتنا بيوت صلاة؟ هل كده زي ما بيدخل بيوت صلاة اللي هي ايه؟ كنايس. ما هي دي بيوت الصلاة بيت ربنا يعني. هل احنا ما بندخل بيتنا بنشعر ان هو بيت صلاة فعلا مليان صلاة في ربنا وفي اسم ربنا ولا اسم ربنا في الكنيسة بس نرجع البيت ولا منك لأي حاجة بقى. هل بيوتنا ناس تقول لك يعني ويرجعوا يشكوا بعد كده عندهم البار محطوط ومليان حاجات في ناس تقول ماشي ده ديكوريشن بس يعني أو يعني فين وفين لما بنشرب أو يعني مش عايز أجيب سيرة الشربة أو لا ولا خطية ولا مش خطية ولا صح ولا مش صح لكن تهيألي يعني نعم هتلاقي واحد سحب وشرب ابنه شايف بيقول لابنه لا أنا مرة حد يقول طب ابنك هتخليه يشرب واحد يقول لا لا ليه أنت مقتنع إن أنت بتعمله ده مش غلط تقريبا بتعمل ايه يعني؟ يقول لك انا في بيتي اعمل اللي انا عايزه انا مش قدام الناس. لا طب هو قدام الناس بتظهر بنظره وبيتك لا طب ولادك ده هنعلمهم ايه؟ وبعدين يا ريت على يعني مش بقول يا ريت يعني سوري بس يعني بعد كده اللي بيحصل بعد كده هل بيوتنا دي بيوت صلاة فعلا؟ بدل ما بمسك الانجيل بمسك حاجه ثانيه بدل ما اتكلم مع ربنا اكلم في سيره حد ثاني بدل ما عارف في مشكلة معينة لناس معينة هل بصليهم في بيتي؟ هل بتلم مع أولادي كده هو وإيدينا في إيدين بعض ونقول كده يا رب حتى نشكرك على اليوم الجميل بتاع النهاردة دول أو على الحاجة اللي بتدهلنا ونعلم ولادنا إن هم صغيرين كده الصلاة؟ الأم بتعلمه أنا جاي تعبان مش فاضي ويعني طول النهار والترافيك وجاي على آخر يا دوبك أكل لقمة وأريح والدنيا ولسه الناس بقى بتقول لي طلعوا الساعه 7 طلعوا الساعه 12 بالليل ده حقيقي ليه؟ طب فين بيوت صلاه؟ طب فين بيوت يعني فيها زوج وزوجه واولاد؟ هيشوف الزوجه امتى؟ هيكلم معاها ازاي؟ ولاده اللي نايمين هيعمل بيهم ايه؟ يوم الصبح لو في المدرسه بالليل يرجع لهم نايمين لدرجه ان واحد كان بيقول لي باجي في الشغل الاقيهم نايمين ادخل كده يعني اعمل اي هيصه كده عشان عايز تصحى حد
عشان بس يحسوا بان انا موجود في الجيت جيت يعني. طب وهي دي الحياه؟ هي دي الحياه تبقى ورا بعض ورا بعض؟ ده في ناس اصلا ما بتبصش على عيالها، يعني تدخل يعني يا دوبك تتعشى وتدخل وتدخل تنام، او كان في بقى هتكمل شغل على الانترنت ولا على الكمبيوتر ولا تشوف حاجه معينه ولا اخبار وتدخل، ما لهمش نفس حد يعني، يبص عليهم كده وخلاص، بيجيبوا كل حاجه، كل حاجه موجوده عندهم. طب فين الحوار؟ فين التربيه؟ فين الحب اللي احنا هنديه لاولادنا؟ فين العشره؟ فين اللي هم محتاجين كل الحاجات دي وهم صغيرين؟ انت بتقول لك انا بشتغل وبشقى علشانهم هم، لا هم مش محتاجين الحاجات دي كلها، هم محتاجينك انت اهم حاجه، يحسوا بيك، تشيلهم، تلعبهم، تكلمهم، تنصحهم، ترشدهم. وبالتالي برضو الام نفس الكلام ده كله، لما ربنا يقول لك اعطيني حساب وكالتك، هتقول له كنت بشتغل وبعمل وبعمل، وصدقوني انا انتوا بتحكوا لنا او في حته ثانيه، واولادنا هنا يقول لك انا ولادي كانوا هم صغيرين زي الفل وفي الكنيسه، وزي بعد كده كبروا راحوا سابوا الكنيسه خالص وراحوا بعيد خالص، ايه اللي حصل؟ يقولوا فين عند ربنا؟ فين ربنا؟ كنا بنصوم، كنا بنصلي، كنا بناخد مدرس الاحد، ونسوق ثلاث ساعات وساعتين وفي التل، ما كناش بنبخل، بس ربطوهم تربيه غلط، مجرد بس حاجات زي ما كله بيعمل. لكن فين الحوار وفين المحبه وفين الحب؟ عشان كده ملوش حد. لو اي حاجه بره اي خدمتهم وخلاص، كان مجرد بس يعني بنعمل اللي علينا وخلاص يعني. هل بيوتنا بيوت بركه؟ تحس فيها بركه كده؟ ولا تحس فيها مليانه تحف ومليانه حاجات وكل شويه نغير ونغير البيوت ونغير كل حاجه، بس مش حاسين ببركه في البيت؟ مفيش بركه. اقول لك يعني مش حاسس ببركه. البركه دي اللي هي ايه؟ في فرح، في سلام، في تفاهم. يقول لك احنا من ساعه ما جينا البيت ده اول واحنا مش عارف ايه اللي حصل لنا يعني. من ساعه ما جبنا الحاجه الجديده دي بقول لك اصل حسد، اصل واحده دخلت راحت نهرانة عين، فالظاهر يعني جابتنا الارض وشقلبت البيت، عين ايه وحسد ايه؟ ما تبصوا انتوا لنفسكم. العيب مننا احنا، العيب ان احنا اتغيرنا. البيوت بتاعتنا ما بقتش بيت ايه؟ بيت بركه. ما بقتش بيت كل واحد عايز يخدم التاني، يحب التاني. بقينا عايزين نجيب في الحته دي فاضيه نجيب فيها. طب فين بيوت بركه؟ اشوف البيوت اللي محتاجه. اخواتنا اللي لسه جايين من بره ما عندهمش حاجه، وناس كتير مننا مرت يمكن بالظروف دي. فين البيت البركه اللي يقول بدل ما اجيب انا اغير الكرسي دوت وارمي دوت ولا اعمل ده، اجيب لهم حاجه، ولا الكنيسه محتاجه حاجه، ولا اخواتنا في مصر محتاجين حاجه، ولا اي حاجه. بيوت بركه، حس في بركه في البيت. مش بقول لك اللي يحرم مش عارف ايه ولا المثل اللي بيقولوه ده، ما انا عارف انت بتقوله تاني، انا عارف انا بقوله كده مش عايز اقول يعني، مش عارفينه صح، شكلكم مش عارفينه، كل واحد يقول اللي جنبه اللي مش عارفه. فهل بيوت بركه؟ نحس ببركه لما ندي. بيوت عطاء، ندي واحنا فرحانين مش مجبرين، ندي بحب مش غصب عننا. هل بيوتنا بيوت فيها ترابط؟ يعني الأب مرتبط، الأب مرتبط بأسرته. هل فيها هي بيوت حب؟ بيوت حب فيها محبة، فيها حب غير مشروط. يقول لك ما احنا بنحب بعض، بس يعني الكلام ده كان زمان، دلوقتي احنا كبرنا على الكلام ده، كبرنا على الحب. انا بصراحة يعني ليا عتاب في الكلمة دي. انتوا عارفين طبعا انا بختم فين صح؟ عارفين انا مين الأول ولا مش عارفين؟
وطلعهم شايلونها بيه بس ماشي. أما يوسف ما وسعت إيه يكتبوا الأم يوسف يفوقوا بي أنا افتكروا نيافة الأم يوسف بتاع جنوب أمريكا. فبقول ربنا يعني دايما موضح كده عشان الناس ما تفاجئش. بس طبعا ليه ما عملش كده عشان مؤتمر ما يبص يعني عشان تيجوا يعني مفاجأة. المهم عرفنا أنا مين يعني مين أم يوسف فين؟ بوليفيا. بوليفيا كريستوس أنستي أو كريستوس جيدوس صح؟ فعندنا الناس هناك واحد لما يقابل مراته والشغل جاي هم في اجتماع وقاعدين لا مؤاخذة يعني لا مؤاخذة يعني يدخل يبص على طول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ايه اللي ما بيكسبوش ولا ايه ده؟ انا مش عارف ايه يعني. طب ليه كده مش قاعدين قدام ناس؟ ما هو لو ما بسهاش قدام الناس مش هيبوسها في البيت يعني صحيح يعني. فين البلد اسمه؟ نعم؟ تعال ده مرافق فكرتوني زمان لما رحت اول ما رحت راهب بقى وطازه يعني طالع من الدير من الدار على مش عارف ايه طالع من الدير على بوليفيا على طول كده يعني طياره يعني ثلاث طيارات حدف كده يعني. فرايح بقى لسه بقى يعني من زمان يعني من 16 سنه حوالي 15 سنه ونص. فالناس بقى هناك طيبين جدا جدا يعني اطيب من النقل يعني صراحه يعني. هم طبعا ما عنديش مصريين خالص هناك ولا يعني ما فيش خالص بشكر ربنا كلهم المهم رايح بقى يعني. فهم ناس مظبطه جدا ومحبين جدا ويعرف زي ما كل اللي بيروح حد فيكم راح بوليفيا قبل كده من العميد؟ ولادنا طيب كنت انا جبت الولاد وخلاص ولادي راحوا حاجه تجيب ما يمكن نيجي استنانا يمكن ربنا يرزقنا عندي رجاء يعني سلام لو ترجعوا يعني لسه بقول يمكن نيجي يعني ونقعد المهم الناس هناك بطبيعتهم عارفين زي الناس هنا يعني بس محبين قوي فبيبوسوا بعض على طول يعني. فروحت انا اول ما روحت طبعا عايزين ايه يبصوا كده ابونا جاي لهم مش عارف ايه وبداوا بقى قلت لهم لا بص اللي عايز يسلم سلم من بعيد يعني ايه ايه ده اهي وانا مش يعني انا راهب يعني. ف سمعوا كلامه بقى يسلموا عليا كده من بعيد يعني. بدينا اتعرف على ناس شويه شويه واتعرف على ناس جديده وناس مستويات ثانيه وطبعا ما اشوفهمش الا بالاسبوع ولا بالاسبوعين ولا ثلاث اسابيع لما يجوا القداس. فاول ما يجوا يروحوا واخديني بالحضن الستات طبعا بتكلم على الستات يعني لا مؤاخذه يعني ياخدوني بالحضن كده وبعدين ايه فالتانيين طبعا اتغاظوا طبعا قالوا لا مش معنى دول بيبوسوك واحنا لا نعم حاجة تقطع الخدمة صعبة هناك قوي حاجة تقطع القلب يعني. قلت لهم خلاص اللي عايز يبوس يبوس بقى خدناها بقى الكل يعني عشان سبب الخدمة بس حاجة ولا ايه؟ عشان دراسة اتدرب في بيتكم تعالوا نخدم معايا لكن بعد كده بيعملوا مطنيات بقى دلوقتي صحيح يعني يعملوا مطبخ دلوقتي. طبعا لما جه ابونا طبعا ما كنتش اقدر اقول لهم انتوا بتبيتوا ازاي واحنا اصلا ما عنديش الموضوع ده يعني لكن احنا بنسلم جيل وبنعلم جيل على الكنيسه بتاعتنا ما نعرفوش عنها حاجه خالص يعني. لكن بعد ما اترسمت اسقف فحتى قداسه البابا قال لي يعني انت بقيت اسقف دلوقتي هتروح لهم ترجع لهم انت مشيت كاهن وترجع لهم اسقف هم مش فاهمين حاجه فخد كاهن معاك يعني يديك بخور يقول لك الكيس مرغوط تعمل ايه اسقف يعني. فجاء ابونا بدا يعلمهم بقى ازاي تسلموا على
سيدنا مطانيا و... وانا بقيت اعلمهم ازاي يسلموا على على ابونا يعني. وبالتالي يعني ما فيش بوسه الا فين وفين بقى يعني. المهم فهم هناك ناس طيبين فعلا وحبوبين. فاللي عايز اقوله يعني احنا هنا بنكسب تكسبوا من ايه الحاجات دي يعني. يعني فعلا بتدي روح الحب وبتنمي روح الحب. لكن يقول لك يعني ده لو قال سلام لو دخل بيت وقال سلام يبقى كويس قوي 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 يعني. نعم يشكر يعني لو قال يعني مساء الخير ولا مساء النور ولا ده في بيدخلوا كده على طول يعني يعني على الاوضه او على الاكله او على المكتب وعلى ولا اي حاجه يعني ما يقولوش اي حاجه. وتكون يعني المدام قاعده في المطبخ ولا قاعده بتتفرج على حاجه ما يبصش يعني كاني حاجه كده. ما في البيت احنا مع بعض على طول احنا عايشين بقى لنا كام سنه مع بعض. وبالتالي نعم انتوا 50 ان شاء الله تبقوا 100 يعني اولا تبقوا 100 يعني قصدي يعني ربنا يخليكم يعني. بس هو بتبقى محبه غاليه ما بنسلم عليها ولا لا انا طب بترد عليك ولا لا خبراتي انا خدها بقى في اخر اليوم ان شاء الله يعني عشان لو حصل حاجه بتروحوا على طول ما تمسكوش في خناقه صحيح الشعور والحب دوت. فهل في حب اقول لك امال احنا اتجوزنا ليه يعني انا عارف اتجوزت ليه ولا اتجوزته اساس ايه؟ ما ياما ساعات بيقبل جواز لاي حاجه ثانيه مش حب. يقول لك اهو جوزوني كده ولا اتجوزت عشان كده ولا جواز مصلحه ولا 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 اي حاجه يعني. لكن هل في حب؟ لا في حب طبعا. طب الحب ده مشروط ولا غير مشروط؟ يعني بيسموه كده زي حب ربنا لينا unconditional يعني غير مشروط. ربنا بيحبنا زي ما احنا كده زي ما انت وحش وخاطئ ولونك وجنسك ومقصر وكل حاجة برضو بيحبنا زي ما انت بتحب ولادك. يا رب يكون حب غير مشروط. لان في موضوع تاني ده برضو ان بعض الاسر بتحب ولادها لو ذاكر لو نجح لو فبتوبة كلمة لو للحب المشروط. أنا أحبك لو بتعملي لي كذا وكذا وكذا. أنا أحبك لو هتجيب لي كذا وكذا وكذا. ده بيت في حب ده؟ حب إيه ده؟ ما ينفعش الحب ده طبعا خالص يعني. حتى المسيح سأل بطرس قال له أتحبني أكثر من هؤلاء؟ صح فاكرين؟ هو كان بيحبه عشان كان شايف معجزات في فترة يعني عشان كده بيحبه حب مشروط. أو يعني هو بيتفرج ومعاه وتلاميذ لكن أول ما شافوا بقى على الصليب وبيضربوه وشايل الصليب وضرب بالدم أنا معرفوش معرفوش ماليش دعوة بيه. هو ده الحب. الحب اللي أنتوا عارفين في الكنيسة الكاثوليك لما بيجوا يتجوزوا يقول لك انا احبك يعني زي ما احنا بنقول كده ايه على الحلوه والمره المرض وللموت للموت لما يجوا يتجوزوا بيقولوا الكلمتين دول يعني الطقس مختلف عننا خالص يعني. فهل احنا كده ده احنا في ازواج ما بتطقش مراتها يعني وفي يعني مدامات مش طايقه خالص مش طايقه العيشه لا ما كنتوا ازاي عايشين مع بعض قبل كده اصل الدنيا اتغيرت أصل ما كناش واخدين بالنا أصل كان في حاجات وحاجات جدد وحاجات حصلت يبقى ده كان حب مشروط حب عشان المصلحة أو علشان حاجة تانية ولا الست تدخل قوي يبتدي الحب يتغير ولا هو يمرض الحب مفيش حب ولا ما يحصلش نصيب وفي أولاد يقول لك أنا مش قادر أستحمل العيشة ده بيوت ايه ده وحب ايه ده فين السر الحب فين الروح القدس اللي بيربطنا فين الزيجة اللي بتعمر يعني لغاية ما يموتوا
50 سنة ربنا يديكوا طول العمر، وتلاقي أسرة أسرة حلوة، يطلعوا أولادهم بيبصوا كده لبابا وماما، لكن البيت دوت الخناقات ومشاكل وتكشيرة العيال هي، انتوا متخيلين العيال هيبقوا ايه؟ انتوا بتحسوا بده، تقول لك لا العيال لسه صغيره، او احسن حاجه ننفصل، او احسن حاجه كل واحد يعيش في حاله، ولا بدل ما نقعد نوكل على بعض وفي الاخر يعني هنموت بعض. مش قادر. اتغيرت بعد الجواز، اتغير، ما كنتش عارف انه كده. كل دوت ملوش لازمه بصراحه، يعني ملوش لازمه. حد يقدر يسيب شغله؟ يمكن انتوا هنا تقدروا، معلش بس انا بتكلم ان جنرال في كل البلاد، يعني بتستحمل وتستحمل الرئيس بتاعك ويكلمك وغصب عنك بتستحمل. طب مش معنى في البيت ما بتستحملش عشان ده بمزاجي، لكن في الشغل مش بمزاجنا. ايه اللي بيحصل؟ يعني ليه ما بنستحملش؟ ليه ما بنستحملش بعض؟ زمان كنت بحبه والوقت لا، يعني الحب بتاع اللي هو بين الناس وبين بعضها يقول لك بحبك عشان كذا، لو اديتني كذا في حالة كذا، لكن حب طبعا حب مشروط. هل بيوتنا فيها ترابط أسري؟ حس كده ان في انسجام في الأسرة، حس كده ان في روح ربنا مرتبطين. هل بيوتنا فيها حوار، فيها مناقشة، فيها كلام؟ متخانقين، متضايقين، زعلانين، تعال اتكلم. مش انت بتحبني؟ تعال اقعد معايا، قول لي. مفيش فايده، يا ما قلت ويا ما اتكلمت، ده يعني مفيش فايده، مفيش فايده منها. لسانها زي ما هو، وهي تقول هو ما متغيرش. يعني افضل اتكلم كاني بكلم ابو الهول، ابو الهول ينطق وهو ما ينطقش، ونقعد بقى كل واحد يقول في عيوب التاني. لا ده احنا المفروض ربنا كده لما خلق ادم قال اخلق واحده تاني معين، نظيره، تعينه، تساعده، تحبه. وتلاقي ابونا عارفين في الجواز يميل كده ايه، الراس العريس مع راس العروسه، صح؟ مش هعمل لكم كده ولا عارفين معناها ايه؟ معناها ايه؟ ولا حاجه، صح؟ مش فاكر يا ابونا، مش فاكر. يقول لك كده ده يميل كده هو، علشان كل واحد يخضع للتاني، يحب التاني، يقرب من ود التاني، عشان ده لو اتكلم يبقى هي تسمعه، ولو اللي اتكلمت هو يسمعها، وايه هما الاثنين موطئين، حب، احترام، مبادله. شفتوا الحته في الطقس دي بتاعت الكنيسه جميله ازاي؟ ترابط. عشان كده حتى في الجواز، الدبله في الجواز، انتوا عارفين في الخطوبه ايه اللي بيحصل؟ في اليمين، وتلاقي الراجل بيحط الدبله للعروسه ايه؟ في ايدها، والعروسه بتلبس الدبله للراجل في ايده. لكن في الجواز اللي بيحصل؟ ابونا. خلاص دي من الكنيسه بقى. الكنيسه الروح القدس خلاص كده. مش انا عايز اسيبها وعايز ارجع ومش مستحمل. ومشاكل بقى، نقعد نصنع في مشاكل وحاجات. طب ما كل واحد يصلح. ليه ما بنقعدش نصلح؟ ليه بيجي لنا احباط؟ ليه بنفكر في حاجات سلبيه؟ ليه بنفكر نهد البيت اللي بنيناه بالحب؟ ليه بنفكر نشرد عيالنا؟ ليه بنفكر نبقى اسلوب او يعني مثل وحش للكنيسه والمسيحيه وللجواز والكلام ده كله؟ ليه كل ده؟ ليه ما فيش تفاهم؟ ليه؟ مش معنى زمان كان في تفاهم والوقت لا؟ قبل ما نيجي هنا كان في تفاهم والوقت لا؟ زمان كان ممكن نقدر ناخد وند مع بعض، اصل كان في وقت، اصل كانت بتحترمني، الوقت لا. فين البيوت دي؟ ان احنا عايزين مصلحه البيت اهم حاجه. حط ربنا في البيت يطلع الشيطان ويطلع الهم ويطلع النكد وكل حاجه. جربنا كذا مره
والاباء اتدخلوا والكنيسه اتدخلت والخدام اتدخلت، مفيش فايده. هو ده الحل، نسيب بعض. والذي جمعه الله لا يفرقه الانسان، مش ربنا اللي جمع ده كله ولا ايه؟ ولا عمليه سهله كده؟ ما نحاول مره واثنين وثلاثه. و حتى كنت لسه يعني هتكلم مع الولاد التانيين عن الاحباط، اقول لك انا جالي احباط خلاص جواز مش قادر استحمل، بقيت عندي عقد نفسيه ومش قادر على العيشه ديت، وحاجات كثيره جدا جدا يعني. يا ريت كل واحد يبص على بيته. بس يقول لك ايه؟ يقول لك الاسقف لو ايبوسكوبوس، يقول لك الناظر من فوق من اعلى. الاسقف تلاقيه ايه؟ يبص كده من فوق، يبص على الكل كده من فوق. فمش عايزين نبص بعينينا ديت على البيت ونقعد ننقد ودي ودي ودي. عايزين نبص من فوق نشوف ايه الحاجات اللي مش كويسه، ايه الحاجات الحلوه وننميها، الحاجات الغلط السلبيه ونصلحها. هو يقولوا يوه احنا خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا، ما فيش حاجه اسمها كبرنا على الكلام ده. احنا بيتنا محتاج ان احنا نبص مع بعض، مش كل واحد يبص بنظرته وباسلوبه وبشخصيته. المسيح يقول لك يعني الذي الف السمائيين مع الارضيين، وكما باركت في عرس قانا الجليل الان ايضا بارك هذا الزواج. ربنا اللي بارك الجواز دوت، وربنا اللي سمح بيه. عمر ما ربنا بيعمل حاجه غلط. يقول لك كانت غلطه. غلطه ايه؟ مفيش حاجه اسمها غلط. اصل احنا مش متوافقين. طب ما تخلي نفسك متوافق، بس طول روحك شويه وطول بالك شويه ودور على حد يساعدك وشوف اساليب جديده. ما تسمعش سلبيات من ناس تانية اللي بتهدم، عايزه تهدم البيت. اسمع حد ايجابي يديك نصيحه حلوه يخليك ازاي تعرف تحب، تعرف تصلح. الزوجه تحاول تصلح من نفسها زي ما عايز زوجها، والزوج يسمع كلام زوجته وشوف ايه اللي يرضيها. حتى نتكلم فيها بعد كده، يقول لك افعل ما لا تحب من اجل من تحب. عارفينها دي؟ نعمل كده. ربنا يدينا نعمه وبركه وتكون بيوتنا بركه وطهاره وصلاه وفيها حب ومرتبطه بعضها مع بعض. ولربنا المجد الدائم للابد امين. بيتهيألي هيبقى في اسئله كتير، هل تحبوا فتره اسئله دلوقتي ولا خليها بعد كده؟ يبقى الاسئله على ما الموضوعات كلها تبقى يعني مترابطه ومتشابهه. كالعاده محدش بيرد يعني. ايه رايك قلتك يا مولانا؟ لا، ما احنا بنسالهم ونعمل اللي احنا عايزينه في الاخر. معروفه يعني كل واحد له رايه، بس اللي احنا يعني عايزينه هنمشيه. زي السلوك كده، طب نعمل كذا، ايه رايك في كذا؟ شكلها كده وعظه جديده. ده هو بيسال؟ ده لو سهل يعني. ايوه، ممكن نجمع الاسئله في ورق وبعدين واتساب كده. ماشي، اوزعها عليكم بعد كده وانتوا جاوبوا. مش عرفنا. ماشي. خلاص، يا ريت نبقى نجمع فعلا فكره حلوه، الاسئله في ورق ونبقى ناخدها يوم نشوفها الجو على امتى. احنا مش عايزين نطول عليكم لان احنا جايين نقضي وقت كويس مع بعض، مش مجرد يعني. ولا انت طولت النهارده شويه؟ لا بالعكس، هنقصر بعد كده يعني عشان وقتكم وتنبسطوا يعني. أنا بس بسرعة كمان يعني مش عايز.